يبكي العين صراحة. وأنا والله يا أخواني رجال ماني برأي مشاكل، ولكن هذاك اليوم تقدرون تقولون أنعمت عيني من الموقف الصدمة اللي حصلت. قبل أقول هذه القصة، أكيد إن اللي حصل بيني وبينه هذا الموقف أو اللي أنا مديت إيدي بالعربي عليه، إن شاء الله إن أحد يعرفه أو إنه قام يمشي ويقول هذه القصة للناس يتواصل معي اللي أنا مديت إيدي عليه. شو السالفة يا أخواني؟ 11 الساعة 1 الظهر كنت طالع أنا من أحد المكاتب، الساعة 1 الظهر أقسم برب العزة يا أخواني، عز الشمس في رمضان، وأنا ماشي إلا هذه الحرمة كبيرة في السن، كبيرة في السن، تمشي بين الشارعين في النص في عز الشمس يا أخواني، ورمضان 11 رمضان الساعة 1 الظهر تمشي بنص الشارع، يعني مو بين الشارع بشارعين تمشي، وراعي كريلا رصاصية يمشي وراها على الشارع الثاني. فأنا يوم شفت الحرمة وقفت على جنب، نزلت وقفت السيارات إلا سيارة المرور أشوفها جاية من بعيد، وقفوا جزاهم الله خير وحول أنتم يا رجال المرور ووقفوا السيارات، واجي عندها إلا حرمة كبير، واجي قلت يا أمي إيش عندك تمشي في نص الشارع يا أمي، وخري وخري وخري. طبعا أنا بوريكم الآن اللي هو الشارع نفسه بالضبط وين كان الموقف، بعلمكم الموقف بالضبط. المهم قفت هنا أنا ورجال المرور، هذا طبعا شارع دورات عويضة هرفي قدام، تمشي في نص الشارع عندك الصبات رايحة كده جاية. المهم يوم وخرناها قلت، قالت ذا ولدي طاردني، طبعا رجال المرور واقفين، أنا ماني مستوعب، ممكن بعض يقول محمد ليش تضربه، صح أنا ضربته، ولكن أقسم بالله ما كنت خلاص ما عاد شفت شيء قدامي، أنعمت عيني أنهرت. وبعدين يا أخواني عجوز كبيرة في السن، شفتوا البرقع حقها، أقسم بالله يا أخواني هنا بياض في البرقع، بقايا أملاح من كثرة الدموع. فناديته وقلت له تعال تعال، قال له وحاط ديرتي ولابس، قلت هذه أمك، قال لي قلت أنت طارد أمك، والله الذي لا إله إلا هو هذا اللي حصل، قال لا مو هو أنا زوجتي، قلت طيب أنت وينك أنت عن هذا الموقف، زوجتك تطرد أمك، قال زوجتي اللي قالت لا طلعي برا وأمي طلعت برا، قلت وانت إيش موقفك في ذا الكلام، أمك جنتك، قال إني أنا قلت لها امشي بوديش شقق مفروشة وبخليس، قلت يعني الآن أمك طلعها شقة وزوجتك تقعد في البيت. والله يا أخوان ما تمالكت نفسي ذاك اليوم، يوم سطرت الكف أمه راحت له، صارت بيني وبين ولدها، شوفوا قلب الأم يا أخوان، رغم أنها مطرودة، شوفوا أنا أقول ذا الكلام لأني أنا فاقد أمي، استغفر الله من ذا الكلمة علي الطلاق، لو أمي حية لا أفرش أن الأرض برج ورد، لا أقسم بالله لا خلي لساني ذا تمشي عليه جزمتها أمي. رغم أخوان اللي حصل الموقف إلا أنها جت بيني وبينه وقامت تبكي، تكفى ولدي تكفى ولدي، مطرودتم في الشمس، مطرودتم من بيته، تمشي في الشمس في رمضان، فطورها في بيتها من كثر البكي، هنا بياض على البرقة، وقعدت جت بيني وبينه قالت تكفى يا مطوع خلوا ولدي. لم يا أخوان، تدرون يا أخواني يوم اللي جيت بمشي عاد، تدرون أن أمه جت، والله الذي لا إله إلا هو يا أخوان ما أسأل الموقف، جت قالت هي بدوني شافت أني سطرته وشافت أني سيارتي وكذا، تحس أني أشتغل في الدولة ولا أني مسؤول، ولكن ما تدري أنه من القهر والله، قالت تكفى يا ولدي خل، قلت خلي من؟ قالت ولدي خل، طاردها في الشمس تمشي في الشمس، ألا أنا تقول تكفى خل، أمك يا مبول، أمك يا مبوله،